بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنشرح موقع اسمه توماس بلينر. الموقع ده لذيذ جدا لأن هو مجاني أونلاين، ممكن من أي جهاز تدخل عليه تشوف المشروع بتاعك. هو بيعمل إدارة مشاريع زي موضوع البرومافيرا وإم إس بروجكت، بتدخل عليه عادي ممكن حتى تجربه، حتى لو أنت ما سجلتش لا إيميل ولا باسورد خالص تجربه، أو ممكن تعمل لك حساب عادي. بحيث ان انت تحدد المشروع بتاعك هيبدأ امتى وانتهي امتى وكل التفاصيل بتاعته والمراحل بتاعته اللي انت هتحتاجها في المشروع. تمام، بختار المشروع واقول له ايه اوبن، فبيفتح لي المشروع. ممكن اعمل اكتيفيتي جديده، اجي هنا واقول له مثلا اكتيفيتي جديده، مثلا وليكن مثلا كولومز، ممكن تكتب بالعربي او بالانجليزي كولوم. هتشوف المشروع ده مثلا ياخد منك كام يوم، وليكن مثلا 6 ايام. الحاله بتاعته دلوقتي عامله زي ازاي، وممكن اجي هنا اقول له لا خليها كده، لا اسحبها الناحيه دي. ممكن اجي من الركن وازود الايام بتاعتي، يعني ليه ان انا اتحكم فيها. ممكن ادوس كليك يمين وابدا اختار لها مثلا لون، او احط لها كومنت، او اديها اي صفه انا عايزها، او ممكن نلغي كل الخصائص اللي انا حاططها. تمام، زي ما انت عايز. بتلاقي الموضوع سهل وبسيط، ومثل ان هو ممكن تجربه على طول اونلاين في اي وقت. لو انت مثلا في مشروع بسيط كده مش مستاهل الامكانيات الكبيرة الجبارة اللي موجودة في البرامافيرا، فده ممكن يؤدي الغرض معاك. تمام، اخوكم عمر سليم.